واحدة من مجاميع وكاملة ملقتش فيها غلطايا، دي حقيقة واضحة دي مش مجاملة، دي بتبص لها كفاية. دي واحدة من مجاميع وكاملة ملقتش فيها غلطايا، دي حقيقة واضحة دي مش مجاملة، دي بتبص لها كفاية. وقصدها انسى ملكش اختيار، جملة بجد جملة غير اي واحدة مع الاعتذار، جملة بجد جملة. وقصدها انسى ملكش اختيار، جملة بجد جملة غير اي واحدة مع الاعتذار. حلوة قوي دي بجد حلوة، وكفاية منها اشارة، في ايديها مين ما ياخدش غلوة، جامدة قوي وجبارة. وقصدها انسى ملكش اختيار، جاملة بجد جاملة غير اي واحدة مع الاعتذار. وقصدها انسى ملكش اختيار، جاملة بجد جاملة غير اي واحدة مع الاعتذار.